ظلت الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية إيناس، أطلقت شبكة دراسات المرأة برنامجها العام تحت عنوان إعادة التفكير بالنسوية العربية بين الخطاب المعرفي والعمل النضالي. ترافقت مع حلقة نقاشية دولية تحت عنوان النسوية العربية مقاربات مفاهيمية وتجارب ميدانية، بالشراكة مع مجموعة بسمة الدولية للمساعدة وبالتعاون مع معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية مخبر الدين والمجتمع في جامعة الجزائر 2، وبحضور المؤسسة العلمية والمنظمات الناشطة في قضايا المرأة الأعضاء في الشبكة. كلنا للوطن للعليا للعلم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم. أيها الحضور الكريم، من بيروت عاصمة الإعلام العربي لهذا العام، يسعدنا اليوم التواجد مع كنا ومعكم ضمن فعاليات إطلاق برنامج 2023 لشبكة دراسات المرأة Studies of Women Network Sound. Sound 3 أحرف اندمجت ليشكل لفظها باللغة العربية ركائز هذه الشبكة. ولنتعرف أكثر عن برنامج صون للعالم للعام 2023، نبقى الآن مع كلمة مؤسسة ورئيسة شبكة دراسات المرأة والشبكة ورئيسة شبكة دولية دراسة المجتمعات العربية الدكتورة ماريز يونس. شكرا دكتورة ليلى، المنسقة الإعلامية لشبكة دراسات المرأة بلبنان. يعني أنا بدي أحكي، بس محولي ارتجالي، ما معي ورقة ولا أول شيء اختصاراً الوقت، ثاني شيء لا روحية التشبيك والتنسيق التي تقوم عليها إيناس شبكة دولية لدراسة المجتمعات العربية واليوم شبكة دراسات المرأة. بحب رحب بالجميع شركائنا بالعمل، مجموعة بسمة الدولية ومعهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، جمعية اللبنانية علم اجتماع، ومخبر الدين والمجتمع بجامعة الجزائر 2، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية. بحب بس صحح هون لأنه قال إنه الجامعة اللبنانية، شركتنا مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية، ومؤسسات العلمية والبحثية الناشطة في قضايا المرأة من العالم العربي اللي هن إن شاء الله يكونوا عم يحضرونا أونلاين إذا تم البث. أحلى وسهلا فيكم، بحب رحب بكل الجمعيات الناشطة بقضايا المرأة اللي اليوم معنا، بكل الجمعيات والمراكز البحثية العلمية من لبنان والعالم الخارجي. واسمحوا لي أعطي بس كمان ترحيب خاص بالممثلين إعلام، سواء كانت قناة مريم ممثلة بأستاذ جورج معلولي والدكتور سامي كليب، نشكره كتير على حضوره اليوم معنا ووقته اللي خصصه لهذا اللقاء. وأيضا بحب أتوجه بالشكر والترحيب بضيوفنا من العالم العربي من الجزائر، فريق المركز البحثي من الكراس، الدكتور جيلان المستاري والدكتور مصطفى مجهدي. التحية لكم، أهلا وسهلا فيكم. باختصار، شبكة دراسات المرأة كيف ولماذا؟ شبكة دراسات المرأة بحب نوه أنه هي فكرة منبثقة من الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية، واللي هي بتضم 80 مؤسسة بحثية وعلمية من العالم العربي تهتم بقضايا المجتمع العربي وأيضا من خارج العالم العربي بما يختص بالإشكاليات التي تعصف بعالمنا العربي. الشبكة الدولية هي تضم 11
وحدة تخصصية، ما حدا أذكر الكل، من التربية عن الاجتماع، السياسة، القانون، الاقتصاد، الشباب، الإعلام، وأيضا المرأة. الثاني نقطة اللي حابة أحكي فيها هي أنه ليه تطورت الفكرة من هذه الوحدات التخصصية ليكون في جزء مخصص للمرأة، وتنبثق عن الشبكة اللي هي كانت وحدة تتحول لشبكة ضمن الشبكة تحمل عنوان شبكة دراسة المرأة. نحن صرنا سنتين من أول ما تأسست هذه الوحدة، وحدة دراسة المرأة، كان في تداول فكري وبحثي بين الباحثات والباحثين حول قضايا المرأة من العالم العربي، وكان في طرح كبير هو إعادة التفكير بما يسمى النسوية العربية أو الخطاب النسوي العربي، وكان هيدا الهم عم يشغلنا طوال هذه الفترة لحد ما وصلنا انه لضرورة توسيع هذا النقاش والتداول ليشمل مؤسسات علمية وبحثية. ولكن هون الفرق بين فلسفة الشبكة الدولية وفلسفة شبكة دراسات المرأة انه نضاف عليها البعد النضالي باعتبارها قضية ساخنة حارة تحتاج وما زالت تحتاج إلى مواجهة. دكتورة ماريز ونيس، حضرتك رئيسة شبكة الدراسات للمرأة، اليوم في انطلاق لبرنامج، بدنا بس نفهم منك بالضبط شو رح يكون مضمون هالبرنامج اللي رح تشتغلوا عليه. هلأ بداية، هي شبكة دراسات المرأة هي تحت مظلة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية، وهي قائمة على نفس الفلسفة والروحية اللي هي بتجمع مؤسسات علمية وبحثية تتداول في شأن القضايا التي تعصف بالمجتمعات العربية. وكون المرأة هي قضية راهنة وتستحق التداول والنقاش بين كل المؤسسات العربية والنضالية، فقررنا أنه من تحت هذه المظلة الشبكة الدولية أن تنبثق شبكة مخصصة لدراسات المرأة تجمع يعني المختلف بين الشبكة الدولية وهذه الشبكة، أنها تجمع بين العمل النضالي والعمل المعرفي. وهون بحب شير أنه هذا ما تتوجه إليه مؤسسة وقناة مريم بهذا الجمع، لأنه هذه المنصة مريم هي منصة إعلامية، أنا برأيي وبرأي كثير من المجتمع اللبناني والعربي أنها هي تتداول قضايا المرأة من ناحيتين وعلى مستويين، المعرفي والعلمي والنضالي. وهذا يعني وجه تحية بهذا السياق. أول شيء بدي أشكرك باسم مريم تي في كون بإدارة برامجها، لأنك اخترتي هالمنصة لحتى تكون منبر لدراساتكم، منبر لبرنامجك لأني أنسى اللي عم بتقدميه على شاشة مريم تي في. وطبعاً رح يكون عم بيقدم أو عم بيطرح للنقاش كل قضايا اللي بتعاني منها المرأة بالشرق، فهيدا شيء يعني يحسب لك ومشكور عليه. هو صحيح، يعني نحن مش من السهل تلاقي أنت اليوم بظل ما يحدث على المنصات الإعلامية وبظل ما يحدث على الساحة الإعلامية أنك تلاقي قناة ملتزمة العمل الفكري والنضالي معا. وأنا لأنه عندي هذا التوجه ولأنه شبكة دراسات المرأة هي مبنية على هذه الفلسفة، وكنت بعتبر أن الإعلام أيضا هو وسيلة للنضال، ف
فلحتى لقيت مريم ولقيتها هي حتكون هذه المنصة التي تجمع بين العمل الفكري والعمل النضالي وتحقق مشروعنا، وإن شاء الله يكون في تعاون مشترك بيناتنا، وأكثر من لأني أنثى وأكثر من برنامجنا ويتحول عمل لعمل مؤسساتي يبقى مستمر ومستدام لمواجهة هذه القضية التي تستحق منا كل العطاء لتنال المرأة مكانتها بالمجتمع. شكرا لك. بعد الجلسة الافتتاحية ونظرا لأهمية الإعلام ودوره في دعم قضايا المرأة، كان هناك وقفة تكريمية لرمزين إعلاميين يساهمان في دعم قضايا المرأة وتعزيز مكانتها وارتقائها في المجتمع. المحطة التكريمية الأولى كانت لقناة مريم، مريم تي في، ممثلة بمدير برامجها الأستاذ جورج معلولي، حيث أشادت رئيسة شبكة صون بالدور الذي تقوم به قناة مريم كونها تقدم اليوم نموذجاً للإعلام الملتزم الذي يجمع بين العمل الفكري والنضالي بعيداً عن الاستهلاك الإعلامي الذي يسود معظم المنصات الإعلامية اليوم. بهذه المناسبة بقلكن عن سياق التجربة الإعلامية مع مريم اللي كانت ضمن النقاشات والتداولات اللي صارت على شبكة دراسات المرأة، واللي أثناء التداول لقيت أنه لازم نشرك الجمهور الأوسع بتوصيل المعرفة حول توعية بخصوص قضايا المرأة. فكانت الاختيار هو للإعلام واختيار منصة إعلامية، ولكن كان صعب يعني إيجاد منصة إعلامية تلتزم العمل الفكري والعمل النضالي معا. بجهود حديثة كان الاختيار لمنصة مريم، اللي هون بحب نوه ويمكن بعد شوي حنتطلع بالحلقة النقاشية على الإشكالات اللي بتخص المرأة وعلى البعد الديني اللي مرات بيكون عائق أمام تقدم المرأة، ولكن بصفتها مريم قناة تحمل هذا البعد، أنا بشهادة بمشاركة ملاحظة بالمشاركة كوني أنا أقدم هذا البرنامج على منصة مريم بشهد أنه هذه المنصة التزمت العمل الفكري والنضالي وطرحت قضية إنسانية خارج القضايا التي تداولها المنصات الإعلامية التي تحمل صبغة دينية أو صفة دينية، وهذا يسجل لهذه المنصات، وأتمنى أن تعمم هذه التجربة لمنصات إعلامية دينية أن تتناول قضايا المجتمع بتجرد وبموضوعية، وأيضاً لا تتدخل بالمحتوى الفكري الذي نطرحه، وهذا ما حصل معي، ما في أي تدخل بالمحتوى. أنا أطرح مع ثلة ومجموعة من الباحثين من المجتمع العربي من شبكة دراسات المرأة ومع المناضلات والمناضلين في هذا السياق. فهون تستحق يعني مريم هذا التكريم وتعميم التجربة، وأترك لك هذه التجربة. بدوره أثنى مدير البرامج جورج معلولي على أهمية هذا التعاون بين شبكة دراسات المرأة وقناة مريم، مريم تي في، الذي يعزز فرص التشبيك العلمي بين الباحثات والباحثين في مختلف الدول العربية، ويضمن جودة المحتوى الإعلامي الذي تحرص مريم تي في على تقديمه إلى جمهورها الواسع. حضرتك صرتي فرد من العائلة أصلاً من وقت ما بلشتي تعدي البرنامج وتقدميه، وما في زوم حدا أبداً يعني يعلق على محتوى اللي بتقدميه لأنه حضرتك متخصصة،
وبالحقيقة بلشت القصة مع شبكة دراسات المرأة باستضافة لرئيستها دكتورة ماريز يونس. حقيقة أنا عم بسمع لأنه أنا بشرف على البرامج من وراء خلف غرفة الإخراج. لفتتني بشغلة حقيقة، انبهرت أول شيء بمخزونها الفكري والحماس اللي بتتمتع فيه للتغيير، واللي بيشبهنا كتير وبيشبه حماسنا كمحطة مريم دي في اللي أسسها الأخ نور، وهو اللي أسس تلاني ميار ونور صادي، كانت محطة دينية مسيحية، وأنما قرر أنه يفتتح من 8 سنين محطة مريم تي في لتكون منصة لحقوق المرأة واستعادة كرامتها المسلوبة والنضال إعلاميا من أجل تحقيق هالأهداف بالتعاون مع الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان. وقلنا كمان تجربات كبيرة مع أستاذة رندا عبود، فنحن منغطي كل الندوات والمؤتمرات وأيضا النقاشات اللي بتصير لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، يعني محطة ملتزمة لحقوق الإنسان. طلبت من دكتورة ماريز إذا كان ممكن تعد وتقدم برنامج بالمحطة، ولأنه شفت المواضيع اللي بتشتغل عليها شبكة الدراسات تقريبا عندها نفس الهدف اللي نحن بنشتغل عليه، ومع فريق العمل اللي بيشتغل معه قدرنا نكون عم نصور برنامج لنرفق البحوث اللي عم بيقوموا فيها بالشبكة بالصورة اللي رح نقدمها نحن، وطبعا عرض البرنامج ونوصل لكل شخص ولكل بيت. بالفعل دكتورة ماريز بتعد وبتقدم بشكل تطوعي برنامج فكري بينقل صوت الأنثى، وهي اختارت عنوان لأني أنثى إيمانا منها بأهمية الإعلام الملتزم لإيصال المعرفة العلمية الحقيقية عن صورة الأنثى وقضيتها. وأنا شخصيا من أكثر المتشددين بهذا الموضوع. حقيقة دكتورة ماريز بتقدم البرنامج من القلب للقلب بكل ما أوتيت من المعرفة والطلب وبحماس كبير، واستضافت أغلب كمان ضيوفها مش بس من لبنان، من مختلف الدول العربية، وهذا شكل إضافة لمحطتنا وبرامجنا. بتروي القصة، دائما بتاخذ قصة بأول الحلقة ترويها كأنه قصتها وكأنه معاناتها، كأنه هي المعنفة، كأنه هي المعذبة، كأنه هي المظلومة، وطبعا مع ضيوفها المتخصصين من مختلف العالم. ومن لأني أنثى كمبادرة فردية اليوم عم نشكل محطة كتير مهمة، نكون عم نعمل تعاون إعلامي من جهتنا أكاديمي من جهة شبكة الدراسات للمرأة. بدي أقول لك مبروك لك ومبروك لنا، وشكرا على هذا التعاون، شكرا لاختيارك محطة مريم تي في، ونحن بخدمة الكل. كل الموجودين معنا أكيد بتهمكم هالمواضيع وهالنقاشات وهالبرامج. محطة مريم تي في بابها مفتوح للجميع، أي حدا بحب يتواصل معي نحن رح يكون لنا تعاون معكم. شكرا. جلشان يوسف صغلام، المديرة العامة لمجموعة بسمة الدولية. أهلا وسهلا فيك مدام جلشان. اليوم حضرتك مشاركة بالبروغرام اللي تبع الندوة اللي اليوم شبكة دراسات المرأة منظمتها، شو لكم دور فيها وشو أهمية هالندوة اليوم؟ نحن كمجموعة بسمة كجزء من شبكة دراسات المرأة يعني منطلع بأمل لهذا المشروع، لأنه في حاجة لنقدم مقاربة جديدة لنحكي عن القضايا، قضايا المرأة ما بين النظري والعملي. يعني اليوم المقاربات الجديدة أنا بعتقد صارت ضرورة وصارت حاجة ملحة، النضال على الأرض كتير مهم، ولكن كمان مقاربة بدراسات وبحوث علمية وبالشق النظري كمان مهم. ونحن كمجموعة بسمة الدولية عطينا اهتمام منذ تأسيسها
يعني أعطينا اهتمام بقضايا المرأة، ومنشتغل على تمكينها اقتصاديا ودعمها للوصول لمراكز القرار. وانطلاقا من إيماننا بقضايا المرأة، اليوم نحن كجزء عضو بالشبكة قمنا بهذا المشروع، ورح تقوم مجموعة بسمة باستضافة سلسلة الأطروحات والندوات، لأنه نحن اليوم عم نطلق المشروع إعادة التفكير إذا بدك بقضايا المرأة، ولكن نحن حيكون في سلسلة أطروحات وندوات ونقاشات راح تكون باستضافة مجموعة بسمة الدولية بمركزنا، ومنتأمل أنه نطلع بمقاربات جديدة ونجمع بين النظري والعملي. تأتي هذه الشراكة انطلاقا من اهتمام مجموعة بسمة الدولية بقضايا المرأة منذ تأسيسها، حيث تعمل على تمكين النساء اقتصاديا ودعمهن للوصول لحقوقهن وللوصول إلى مراكز القرار في كافة المجالات، والمساعدة في تنظيم سلسلة أطروحات وندوات في مركز مجموعة بسمة في بيروت، هو كذلك الأمر بمعنى من مجموعة بسمة. كما ستساعد في إعداد التقرير العلمي الذي سيصدر في ختام المشروع لضمان استدامة هذا البرنامج الهام والعمل على توصياته ومخرجاته. في الختام أجدد ترحيبي بجميع الحاضرات والحاضرين، متمنيا لي التوفيق والنجاح لأعمال هذه الفعالية، على أمل الخروج بتوصيات ومخرجات تخدم قضايا النساء في المنطقة العربية. المحطة التكريمية الثانية كانت للإعلامي القدير دكتور سامي كليب لدعمه النساء الرائدات في المجال العام، وخصوصا طيلة فترة الانتخابات النيابية، حيث رافقهن على مدى 3 أشهر ووضع كافة إمكاناته ومهاراته في تدريب وتمكين وتعزيز قدرات النساء المرشحات، كما تطوع لدعمهن في إيصال صوتهن عبر المنصات الإعلامية من خلال الالتزام بتقديم برامج خاص لهن وإليهن. أنا بتصور أنه يجب العمل على تثقيف الإعلاميين قبل أن يثقف الإعلاميون الآخرين، لأنه للأسف الشديد في نسبة كبيرة من الإعلاميين الآن لا يعني معدمو الثقافة إذا صح التعبير، لا يقرؤون لا الوثائق لا الكتب، وبصير الواحد أنه أنا مجرد أن أكون على الشاشة فأنا أصبحت إعلاميا عظيما. الأمر الآخر، نحن بحاجة إلى وعي مجتمعي ووعي إعلامي بدور المرأة وحقوقها، لأنه التعاطي مع المرأة عم بيكون تعاطي فولكلوري على الشاشات حتى الآن إلا ما نادر، بمعنى أنه حين تستضاف المرأة لا يطرح عليها نفس الأسئلة التي نطرحها على الرجل لسبب أجهله أنا شخصيا. الأمر الثاني أنه أيضا في مجال يعني حقوق المرأة وواجباتنا حيالها، نرى لنأخذ مثالا لبنان أنه النساء في لبنان يتخطى عددهن عدد الرجال، بينما تمثيل المرأة في البرلمان لا يتعدى 5%. لماذا؟ هل هي عورة؟ هل هي ناقصة المرأة؟ موجودة علميا، يعني كل الدراسات الأخيرة في الوطن العربي تثبت أن الكثير من الدول العربية نسبة العلوم العالية عند النساء أعلى من الرجال، والمرأة أينما كانت نجحت. لذلك أنا أعتبر أنه على الإعلام دور أساسي جوهري، لكن أن يدخل إلى عمق الموضوع لا يبقى على قشوره. أولا معك دكتور جلال المستاري، باحث في أنثروبولوجيا الدينية من الجزائر، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران غرب الجزائر. أشتغل اليوم، أريد أن أشارك في هذه الحلقة النقاشية من خلال يعني كلمة نقاش، كلمة نقاش، كلمة إن شئتم تعقيب. سأركز على مكانة النسوية الإسلامية داخل الفضاء واتجاهات الحركات النسوية، سواء كانت اتجاها من حيث كونها اتجاها بحثيا في النسوية المعاصرة عربية أو غير عربية، أو من حيث كونها كذلك نضالات للنساء من أجل تجاوز الاضطهاد الموجود على المستويات المحلية، لكن انطلاقا من الثقافة الدينية أو النصوص الدينية.
كيف تقدروا من الجزائر تكونوا عم تتعاونوا مع شبكة الدراسات للمرأة بلبنان؟ شو بتقدروا تقدموا أكثر من دراسات لحتى يتحول كل هالمشاريع لحقيقة على الأرض فعليا نشوف إنجازات؟ أولا شبكة دراسات المرأة هي في الحقيقة من بداياتها، وهنا نحيي الدكتورة ماريز نونس رئيسة الشبكة، من بدايتها كانت بداية تشاركية تداولية مع مختلف المؤسسات المعرفية والأكاديمية وحتى الجمعيات في العالم العربي، من بينها المؤسسات الجامعية والبحثية العربية، وبذلك نعتبر أنفسنا جزءا من هذا التشارك في هذا البناء المشترك. طبعا أهمية تدخلنا في الموضوع هو أننا سنحاول أن نقدم التجربة الأكاديمية وحتى التجربة النضالية الجزائرية والمغاربية انطلاقا مما نملك من دراسات ميدانية في هذا المجال. أنا اسمي ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في بيروت. برأيي هاي الشبكة مهمة كثير بنقاشاتها حول شو الأجندة الحركات النسوية اليوم عندنا بالعالم العربي، وبأي كيف بده يتم التعامل مع قضايا كثيرة بتطرحها ثقافة مجتمعات عربية من طرف، والعولمي والسوشيال ميديا من طرف آخر، وكيف رح تنعمل أجندة بتناسب الحركات النسوية وبنفس الوقت المجتمع يعني. أستاذ، مع أنك حضرتك أستاذ جامعي، كيف ممكن تكون عم بتأثر على طلابك ليكون في انفتاح على قضايا المرأة؟ في الحقيقة يعني أنا بآمن بأنه قضية الجندر هي قضية مطلوب تعميمها وليس تخصيصها، يعني تعميمها بمعناه مينستريمينج. شو معنات مينستريمينج؟ معنى أنه أنت شو ظاهرة بتبحث فيها أي مشكلة بتطلع بتهتم بأنه كل الأصوات تكون أخذها بعين الاعتبار، وليس الصوت النسوي وليس فقط صوت الرجال.